فرح خصومنا، فرح أعداء الله المتصهينين بعد أن تم اختراق البيجر. ونقول لهم حتى وإن تم اختراق البيجر، حتى وإن تفجر، حتى وإن تبعثر، فنحن نفكر أكثر وأكثر. إحنا ما نحن ما تحرم بالله عليك، اكتشفنا اليمن الآن اتصالات جديدة. وأنا تذكرت زمان عندما كنا نتصل، ألو واحد في ذلك واحد هنا، نسينا السلك من هنا، أيوة من الأسلاك اللي سرقناها حق الاتصالات والخيوط الكهرب. أدعو المشرفين إنهم ينتفوهن وكل واحد يوصل من بيت إلى بيت الثاني، وإلا الخطة الثانية هذا أين الجرف؟ لا عند الجيمن اللي يسرجوه، أيوة هو ذا، ما قلنا إيش داري أين يسرجوه، لكن دين وإسلام بدل ما كانوا متصهرين. واو يعني هذا الواو أينه؟ فانتصرنا بعد فرض صوتي، فرض صوتي نزي عاد وصل. لن تهزمونا ما دامت هذه العقول ما دامت تفكر، فنحن قادمون على الانتصارات العظيم. خرجوا في 21 سبتمبر وبردوا لكم من البيجر. محمد علي الحوثي يحييكم لا أكثر.